شايف صراحه بشكر اللعيبه طبعا على الاداء ده، اللعيبه ما اثرتش خالص. لعب اربع ماتشات 120 دقيقه تقريبا في 12 يوم او حاجه. الموضوع صعب طبعا علينا نفسيا، بس خلاص عندنا زي ما حضرتك قلت جوله ثانيه كمان شهر ان شاء الله نقدر ناخد حقنا منهم باذن الله. والماتش الثاني هناك، يعني الماتش الاولاني عندنا في مصر والماتش الثاني هناك، يعني الموضوع مش سهل، يعني المفروض نقف كده على رجلينا. وسياده الرئيس وهو بيقول انتوا كسبتم احترام مصر واحترام العالم واحترام كل الناس، وان شاء الله عندكم التأهيل للمونديال، دي الكلمه اللي موجوده اللي معلنه. فبالتالي احنا عندنا جوله، وجوله مش قليله، لازم نقف كده على رجلينا ونقف على حيلنا. انتوا خدتوا احترام الدنيا كلها، خدتوا احترام الدنيا كلها، لا ننكسر لا ننكسر. مصر في 67 الدنيا كلها قالت، الدنيا خلصت وعمر البلد دي ما تقف. 73 ظهرنا بانسان تاني، بلد تانيه خالص. 2011 الدنيا كلها قالت مفيش مصر خلاص. احنا من 2014 ل 2021 و 2022 جمهوريه جديده. لن ننكسر. والرياضه خلاص حصل اللي حصل. حصل اللي حصل تاني، زعلنا وهنزعل، نقفل نقفل ملف خلاص. احنا وراكم وراكم بشكل لا تتخيلوه. وكل قواعد التحفيز اللي قلنا فيها ماشيه. لو بنتكلم على الناحيه دي، ان شاء الله ان شاء الله احنا يعني نشوف اللي ورانا، وان شاء الله اللي جاي احسن. انا بشكركم، ويعني اكيد اكيد كل المصريين هيشكروكم. ان شاء الله نتقابل على خير باذن الله. شكرا.